هو في قاسم مشترك ما بين ستاتك، يعني النساء مع الكاتبة والأديبة رشا سمير، أكيد في كومن فاكتور ما بينهم، أكيد في عنصر مشترك ما بينهم. حلو حلو إيه السؤال ده، هو؟ حلو السؤال ده جدا والله. متمردات يعني متمردات. ابطال روايات، يعني ابطال رواياتي فعلا دايما تلاقي هقول قمر في جواري العشق، كانت جاريه في العصر المملوكي في وقت لم تكن فيه للجاريه صوت، صح، ولكن قمر كانت متمرده وتمردت لما يعني حتى الروايه بتنتقل من العصر المملوكي لغاية لعصر التحولات اللي طرأت على المجتمع في عصر الرئيس السادات وما بعد ثوره يناير، ثلاث اجيال مختلفه. وفي النهايه الروايه بتقول ان قمر كسبت، لان قمر كان عندها فعلا فكره مفهوم الحريه اللي انا دايما بدافع عنه واللي اتعلمناه من استاذنا احسان عبد القدوس ومن اساتذتنا الكبار. حريه المراه مرهونه بتاريخها وبوجودها وبتحديات، فيعني انا دايما بدافع عن الحته دي قوي، ببقى عايزه اقول ان دايما حتى لو على فكره وحتى في الروايه دي حتى يعني ناس كانوا بيقولوا لي هنلاقي واحدة متمردة لازم هنا. لازم لازم برغم التاريخ على فكره اللي بتدور فيه الروايه، لكن لازم يكون في الجموع دي واحدة تطلع متمردة عندها فكر وتثبت نفسها، زي ما شفنا المصريات الأوائل اللي احنا بنفتخر بيهم في يعني في الثلاثينات والأربعينات، كانت المرأة المصرية بتنزل ثورة 19، طبعا فكان هناك تمرد، وده كان في ساعتها مفهوم ان هو لا دي متمردة، يعني ازاي ست تنزل، لا قدروا ونزلوا وسابوا لنا تاريخ. فمتمردات، بطلاتي هو متمردات. ممكن تكوني مثلا في وقت من الاوقات تغيري وجهة نظرك ان مثلا ابطالك زمان الجواري كان الحب طريقهم للحريه، دلوقتي الستات الحب طريقهم للعبوديه، يعني جد حولان شويه وعلى فكره هنا. هي جواري العشق بتقول كده، بتقول يعني حينما تتخلى المراه عن هويتها تصبح جاريه في بلاط عشق الرجل الذي احبته، بالظبط، او في بلاط الرجل الذي احبته. فمش الحب لا وحش ولا بالعكس خالص، ده الحب من اسمى المعاني الموجوده ومن اكتر الحاجات اللي بتدفع المراه للنجاح على فكره، لما تكون هي انت سيده جميله وناجحه. مشاعر الحب الموجوده وان الراجل دايما بيدفع مراته، بالعكس دي حاجه تخليها تكبر. طبعا فالحب مش عيب، ولكن لما بتقع المراه في الحب بحيث ان هي يعني خلاص انا مش هعمل حاجه خالص، انا قاعده احب الراجل ده بس، فالهويه تنتهي ووجودها ينتهي وتدور بقى في فلك هذا الرجل طول الوقت، فبتلاقي نفسها خلاص يعني هي كده انتهت. فهي فكره انها لا حبي وكل حاجه بس يبقى لك وجود، وده اللي انا بقعد اقوله للولاه لبناتي ولاصحابهم، كيانك لازم يبقى موجود. طب انت كده عملتي خريطه الطريق للحب وخريطه الطريق للحريه، يعني ازاي انك انت ممكن تقعي في الحب وتحافظي على حريتك او انك انت تحافظي على ذاتك. هل نعتبر دي خريطه الطريق اللي بترسميها للستات وقدرتي تطبقيها في حياتك يا رشا؟ قدرت اطبقها في حياتي وقدرت اطبقها مع اولادي والبنت، يعني هما الاثنين طالعين شخصيات مستقله وشخصيات عندهم شخصيه ويحبوا كل حاجه ولكن برضو محتفظه بشخصيتها. فطبعا يعني احنا يمكن كمان جيل على فكره لحد كبير، يعني خليني اقول ان اولادنا اقوى، يعني هم متفتحين على السوشيال ميديا ومتفتحين على المجتمع اقوى مننا احنا برضو، يعني هقول لك يعني قدرت احققها في حياتي، ولكن برضو انت في ضوابط وفي حاجات حكمتك طويلا. صح. يعني احنا واحنا صغيرين ما كانش فيه يعني اما بيتقال لا يبقى لا، وما بتساليش لا ليه على فكره، برغم ان انا الحقيقه يعني ابويا رحمه الله عليه وامي ناس يعني كانوا متفتحين وما زالوا متفتحين جدا وربوني تربيه متفتحه، ولكن في حدود ان انا عارفه ايه الصح وايه الغلط. صح. فاحنا برضو كان في حاجات لا، ساعه بقى انت عارفه طبعا ساعه الجد لا لا خلاص هي لا. أي. دلوقتي انت النهارده لو قلتي لبنتك لا هتقولك لا ليه؟ لا ده انت هتفتحي على نفسك بالظبط، قصه فانت ملهاش بتخافي نهايه. بقى، بتخافي ما تقوليش لا، بيبقى تخافي دايما في رد طبق نعي ونتناقش، واحيانا ما بقاش مقتنع بوجهه نظرهم، لكن لازم اديهم المساحه ان هم يتعلموا ويغلطوا وبيقنعونا ويقوموا. ما هو للاسف بيطلع كلامهم احيانا صح، احيانا احيانا عشان لو شايفيننا بس. طيب ايوه الاحسن بعد شويه هنرجع له. طيب يعني ايه راجل؟ وده اسم الروايه. هل جاوبتي على السؤال ده في الروايه؟ هرد عليك اقول لك لو كنت جاوبت ما كنتش عملت جزء تاني المجموعه القصصيه دي تعمل لها جزئين. ايوه لا هي يعني هي هقول تاني يمكن يعني هي كانت فكره لأول مرة إن أنا أكتب ساخر، وأنا ما كتبتش كتابة ساخرة أبدا، دايما الروايات زي ما أنت شايفة كده، ولكن كانت تحدي كده، ويمكن والله كان بدافع من رحمة الله عليه أستاذنا أحمد رجب فارس النص كلمة زي طبعا ما كنت بحب أقول له، كان دايما يقول لي أنت دمك خفيف قوي، أنت لو كتبتي ساخر هتكتبي حلو. فأقول له عمري ما فكرت، والحقيقة كنت أتمنى كان يبقى عايش لما القصة خرجت، ولكن هو توفى يعني الله يرحمه.
كانت الفكرة هو قصة أنا راجل أنا راجل أنا راجل دي يا جماعة جبتوها لنا منين؟ أنت راجل يعني إيه راجل بقى قول لنا؟ فالقصة كلها بتدور عن بنت بتحكي حكايتها في الجواز من ساعة الخطوبة في الجواز ومرورا بقى بكل الأحداث اللي بتحصل الفالنتاين وعيد جوازهم ورمضان بشكل كوميدي. لكن طبعا أنا بشوف إن مفهوم يعني مش مفهوم الرجولة بس هي المفاهيم، بس برضو كان في من تحت لتحت كده اسقاط شويه ان منظومه الجواز دي مش ناجحه، يعني مش عايزه اقول كلمه فاشله ولكن مش كده، ما قلتيش بالبق كترم بشكل ساخر يعني، قلتيها بشكل ساخر. ان هل تؤمني ان منظومه الجواز لا لو اتخذت في الشكل اللي انا كاتباه ولا احنا اللي بنفشلها بقى؟ لا هو انا لو اتخذت في الشكل اللي انا عاملاه انا عاملاها بشكل ساخر. هي بتشتكي طول الوقت ان هي شايفه ان يعني هي بالظبط مثلا الجزء الاول هي بتشتكي طول الوقت منه، في رمضان نسي عيد جوازهم، نسي مش عارف ايه اخته ومامته، وفي النهايه هي بتقول له انا مش عارفه يعني ايه راجل. فهو بيرد عليها بيقول لها لو عايزه تعرفي يعني ايه راجل اعرفي الاول يعني ايه ست. فالحقيقه انا وجهه نظري دائما ان العلاقه لازم تكون علاقه متكامله، وعشان تكون علاقه صحيه هي لازم يبقى في راجل وفي ست. لو اختل الميزان ده خلاص الجوازه باظت. فبنفشلها طبعا، في حوالينا ما يدعو للفشل كتير قوي، حاجات كتير قوي بتخلي يعني حاجات كتير قوي قوي الحقيقه. خليني اقول الميديا، خليني اقول الاعمال الدراميه، الصوره اللي بنشوفها كتير في الاعمال الدراميه، التعليم، العقائد والتقاليد اللي حاكمه حاجات كتير لحد النهارده. فيعني لا يعني طبعا في صوره وفي نسبه طلاق كبيره جدا، لكن دايما بقول ان يعني البيوت مهمه قوي طبعا، التعليم طبعا مهم قوي، ان احنا نعلم ولادنا يعني انت عايزه تبقي لازم تتحملي مسؤوليه عشان تقولي له تحمل مسؤوليه، حمليه المسؤوليه وما تشيليش انت المسؤوليه كلها. هو في خلل مش بس في مفهوم الرجوله على فكره، هو في مفهوم الانوثه كمان. يعني طيب دلوقتي